السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طالب فضل الله ناجح حسين، طالب في جامعة جابر بن حيان، كلية الطب المرحلة الثانية. إن شاء الله اليوم راح ناخذ موضوع أو نكمل مو ناخذ نكمل موضوع اليورانر سيستم. راح ناخذ المحاضرة الخامسة اللي هي المحاضرة الأخيرة من محاضرات اليورانري سيستم. المحاضرة هاي الأوبجكتيف مالتها بكل اختصار، هاي عبارة عن اختصار الموضوع واحد. احنا راح ناخذ بس موضوع واحد هذا المحاضرة، راح نضل نحكي 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 ونعيد بيه. الموضوع اللي هو موضوع الاسيد بيس بالانس، الاسيد بيس بالانس. اوكي، هنا أنا هاي الاوبجكتيف جاي يشرح عن الاسيد بيس بالانس، راح نحكي بيها شنو الميكانيزمز، شنو هو الاسيد بيس بالانس اصلا من الاساس. ان شاء الله راح نحكيها بالسلايدات الجاية، ناخذ انطباع واحدة واحدة. تمام، regulation of acid base balance metabolism. بالبداية مقدمة قبل لا نبلش في الكلاميات، الأسيد بيس بالانس شنو هو؟ هو عبارة عن توازن بين الحامضية وبين القاعدة الموجودة بالجسم. احنا نعرف الجسم مالتنا ايش قد مالت الحامضية والقاعدية مال اللي بالدم الأساسية اللي بيها البلازما بروتين وكل شيء، اللي هو 7.35 إلى 7.45. اوكي، هذا الرقم محفوظ وكل زين، راح نعيده أكثر من مرة. تمام، التوازي بين الحامضية والقاعدية ليش مهمة؟ لأن إذا زادت النسبة عن 7.35، العفو قلت عن 7.35 أو زادت عن 7.45، هنا راح يصير عندنا ديفكتات بالجسم، راح يصير عندنا أشياء خطأ بالجسم. الإنزيمات راح تبدأ تتفكك، البروتينات راح تبدأ تتفكك. أوكي، لأن الجسم جاي يشتغل على نظام محدد وعلى أرقام محددة من البي اتش. أوكي، زادت أو قلت عن الشيء المحدد إلى راح الجسم ما يشتغل بالطريقة المطلوبة. اوكي، فهنا جاي نقول ميتابوليزم، عمليات الأيضية depend on the functioning of the enzyme، تعتمد على وظائف الإنزيمات. اوكي، and enzymes are very sensitive to pH، والإنزيمات حساسة جدا إلى ال pH. اوكي، slight deviations اللي هو التغييرات البسيطة slight. اوكي، from the normal pH can shut down metabolic pathway، يعني تغيرات سلايت بسيطة جدا تنزل يجوز بوينتات شوية. اوكي، احتمال راح اسوي شوت داون المن، احتمال راح اسوي شوت داون للميتابوليك باثوي للطرق الايضية. اوكي تمام، as well as alter the structure and function of the other molecule macro molecules. هماتين يسوون عبارة عن تغيير للهيكل وللوظيفة مال مركبات الجزيئات الكبيرة macro molecules. okay consequently بالتالي acid base balance is one of the most important aspect of homeostasis. okay، فبالتالي acid base balance عندنا شنو هو؟ عبارة عن واحد من أهم الأمثلة للهوميوستاسيس. okay، اللي كان عليها أخذنا عليها محاضرة وشرحنا شنو يعني homeostasis وشنو يعني التوازن اللي صار بالجسم. okay تمام، راح نبلش بيها واحدة واحدة. خلينا نبلش أول شيء بمفهوم regulation of acid base balance. regulation of acid base balance means regulation of H in the body fluid. أوكي، تنظيم التوازن بين الأسيد بيس يعتمد على تنظيم ال H. ال H اللي هو شنو هو؟ اللي هو الشيء اللي يمثل شنو؟ اللي هو يمثل الحامض. أما ال OH شنو يمثل؟ القاعدة. أوكي، فالأسيد بيس بالانس يعتمد على شنو؟ على regulation of H in the body fluid. أوكي، only slightly change، فقط تغييرات بسيطة بالH from the normal value من النسبة الطبيعية مالتها can cause marked alteration in the rate of chemical reaction in the cell. نفس ما حكينا بالسلايد ذاك، تغير بسيط بالنسبة مال الH أو الPH، هو الPH نفس الH. أوكي، هسه راح نجي له زين، راح يسبب لنا مشاكل هواية. من هاي المشاكل هو تغييرات بال الكيميكال رياكشن اوف ذا ان ذا سيلز. اوكي، فور ذس ريزن ذا ريجوليشن اوف اتش از وان اوف ذا موست امبورتد اسبيكت اوف ذا هوميوستاسيس، نفس ما حكينا بذاك السلايد. تمام، هنا خلينا نجي شنو ذا سامبل بي اتش. شنو هو البي اتش؟ عباره عن سالب لوغاريتم اتش. تمام، هاي سوالف ماخذيها سادس، ما يحتاج يعني نعيد بيها. زين، خلينا ناخذ هاي الاشياء العناوين يعني خلفت اساس بدايه المحاضره ونمشي على اساسه ونكمل المحاضره والسلايدات البقيه. تمام، عندنا اتش اللي هو ايش قلنا؟ الحامض، صح لو مو صح؟ اذا زاد الاتش شنو راح نسمي الحاله؟
اسيدوسيس اللي هو زياده بنسبه الاتش. اذا صار يعني صار انكريز بالاتش راح يصير شنو عندنا؟ اسيدوسيس. اذا صار ديكريز بالاتش شنو راح يصير عندنا؟ الكالوسيس. اوكي اوكي تمام. البي اتش علاقته طرديه عكسيه العفو ويا الاتش، زين. والبي اتش علاقته طرديه ويا الاو اتش، بي او اتش علاقته عكسيه ويا الاو اتش، والبي او اتش علاقته طرديه ويا الاتش. شنو القصد من هذا الكلام ومن هاي الاشياء كلها؟ القصد من هذا انه البي اتش اذا زادت اوكي فيعني الاتش قلت، وهكذا ويا الامثله البقيه. هسه اذا البي اتش احنا عندنا صارت بيها شنو؟ صار بيها زياده. اذا البي اتش صار بيها زياده ايش راح يصير بالبي اتش؟ اذا البي اتش صار بيها زياده ايش راح يصير بالاتش؟ راح يصير بيها نقصان. اوكي اوكي زين. بالنسبه للاو اتش اذا البي اتش صار بيها زياده ايش راح يصير للاو اتش؟ هم ما زياده، ليش؟ لان العلاقه مالتهم شنو؟ بوزيتيف. اما هنا شنو؟ انفيرس، علاقه عكسيه. انفيرس يعني علاقه عكسيه. اوكي اوكي تمام. نرجع نكمل. نوت هنا ملاحظة from the formula 1 okay the low pH correspond to high H. نفس ما حكينا هنا، إذا ال pH شوية، إذا ال pH قليلة ال H راح يصير بها قليلة، لو شو لو هواية هواية. ليش هواية؟ لأن يعني علاقتهم عكسية، قلت ال pH زادت ال H which is called acidosis. is conversely high pH correspond to low H which is called alkalosis. okay okay تمام. هسه خلينا نبدي بالميكانيزمز. اوكي عرفنا شنو الاسيد بيس بالانس. هسه شلون راح نحافظ على الاسيد بيس بالانس هذا؟ ديفنس اجينست تشينج ان اتش. شلون راح نحافظ على التغير او شلون ندافع بالتغير عن الاتش؟ اوكي ذير ار 3 برايمري سيستمز ذات ريجوليت ذا اتش كونسنتريشن. عندنا ثلاث انظمه رئيسيه راح تحافظ لنا على تركيز الاتش بالبودي فلويد to prevent acidosis or alkalosis. زين هو شنو طبيعي صار عندنا acidosis ولا alkalosis؟ لا هاي ولا هاي، طبيعي تكون نسبتنا شنو؟ طبيعيه. طبيعي تكون نسبتنا شنو؟ طبيعيه، من 7.35 الى 7.45. زين اذا قلت عن 7.35 صار acidosis، اذا زادت عن 7.45 صار alkalosis. احنا المفروض نصير بين هاي وهاي، يعني لا عندنا acidosis ولا عندنا alkalosis. زين شنو هاي 3 برايمر سيستم؟ السيستم الاول اللي هو اسيد بيس بفر سيستم، الثاني ريسبيراتوري سنتر، الثالث الكدني. هن ذن الثلاث اشياء او ذن الثلاث سيستمات اللي راح تتحكم لي وتسوي لي ريجوليشن، ريجوليت ذا اتش كونسنتريشن ان ذا بودي فلويد. تمام تمام. هسه هنا انا مبدئيا راح نحكي عليها بصوره عامه جدا، تمام، وبعدها راح نجي لها وحده وحده ونفصلها، انه كل واحد كل سيستم شنو النظام وشلون يشتغل. acid base buffer system which are present in all body fluid okay that immediately combine with any acid or alkaline and there be prevent excessive change in H. this system can within act within a fraction of second to prevent excessive change in H. هنا جاي يقول انه هذا السيستم موجود باجهزه بالبودي فلويد كلها، بكل سوائل الجسم، عباره عن بروتينات او فوسفات او باي بروتينات او فوسفات. هسه احنا راح نجيها ان شاء الله بالسلايدات الجايه، بس بسرعه ما هي بروتينات. اوكي بروتينات ترتبط ويا مواد قاعديه او حامضيه عشان تبطل عملها. ليش تبطل عمل القاعديه والحامضيه؟ عشان تحافظ لنا على القاعديه والحامضيه مال الجسم. اوكي تو بريفنت اسيدوسيس اند الكالوسيس. اوكي اوكي تمام. هسه ذاك السيستم الاول. السيستم الثاني اللي هو ريسبيراتوري سنتر اب اون ذا تشينج. هنا انا قبل لا احكي هذا، تمام، راح احكي لكم على سلايد اللي هو هذا السلايد. هذا السلايد شنو؟ هذا السلايد موجود اصلا بالمحاضره؟ لا ما موجود بالمحاضره، موجود بنهايه المحاضره تقريبا. هاي المعادله، تمام. المعادله هاي شنو؟ هاي عباره عن معادله ماخذيها من السادس احنا، اوكي، اللي هو عباره عن دمج ال CO2 ويا ال H2O. تمام تمام. هنا ايش راح يصير عندنا؟ ال CO2 لما نخلي وياها H2O water ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا H2CO3 اللي هو كاربونيك اسيد، اللي هو كاربونيك اسيد. وين شايفين احنا هذا الكاربونيك اسيد؟ شايفين بالمحاضره الثانيه وحتى من المحاضره الاولى. الكاربونيك اسيد اللي هذا وين موجود؟ موجود بالكدني، صح لو مو صح؟ صح. زين موجوده بالخلايا مال الكدني، التيوبيول سيل. تمام تمام زين. كوننا ال H2CO3، صح لو مو صح؟ صح. زين H2CO3 علاقته ريفرسبل، يعني يصير يعني يتكون ويتفكك بنفس الوقت. اوكي فلما يكون كربونيك اسيد ايش راح يتفكك الى شنو؟ الى H
وحده شيلها من عندها ايش راح يبقى؟ HCO3 H زائد HCO3 راح تكون عندنا بايكربونات ايون وال H ايون. الممثلين احنا مالتنا اللي عندنا عن الحامض عن البيس، اوكي عن الاسيد وعن البيس. عن الاسيد يا هو اللي يمثل الاسيد ال H، من اللي يمثل البيس ال HCO3. اوكي اوكي ف اللي اريد اقصده بهذا السلايد شنو؟ اذا مثلا مثلا صارت عندنا ثواني، اذا صارت احنا عندنا زياده بال CO2، زاد عندنا CO2، من راح يزيد عندنا CO2 ايش راح يصير عندنا؟ طبعا CO2 هذا وين موجود؟ موجود هنا باللانك. اوكي اما ال HCO3 وين موجود؟ قلنا موجود هنا بالكدني، العفو. اوكي موجود بالكدني، صح لو مو صح؟ صح. زين اذا صار عندنا زياده بال CO2 ايش راح يزداد عندنا؟ ال H2SO CO3. زاد عندنا H2CO3 ايش راح يزداد عندنا وياه؟ ال H. تمام تمام زين. من زاده ال H ايش راح يصير؟ اذا صار عندنا زياده بال H راح يصير عندنا اسيدوسيس، صح لو مو صح؟ صح. زين هنا بهاي الحاله اذا صار عندنا اسيدوسيس، زين احنا نريد اسيدوسيس يصير عندنا؟ لا ما نريد يصير عندنا اسيدوسيس. فايش راح اسوي؟ الكدني راح تزيد لصناعه ال HCO3. من راح تزيد لصناعه ال HCO3؟ هو هذا ممثل القاعده، القاعده ازدادت صارت اكثر من الحامض، اوكي فراح تقل، راح يروح مفعول الاسيدوسيس وراح ترجع البي اتش طبيعي. اوكي اوكي الكلام هذا اللي هسه انا حكيته نفسه راح هسه نعيده بالسلايدات وبالكلام الموجود من هسه بدايه المحاضره حتى نهايه المحاضره، نعيد نفس الكلام هذا، والمعادله هاي نفسها راح ترجع علينا ان شاء الله. تمام نرجع هنا ريسبيراتوري سنتر، خلينا نرجع لهيج. اوكي ريسبيراتوري سنتر اب اون ذا تشينج ان اتش، ذا ريسبيراتوري سنتر از ايميديتلي ستيمولييت تو التر ذا ريت اوف بريثينج. هنا أنا شنو هنا جاي يقول؟ لمن راح يزداد ال H احنا عدنا، صح لو مو صح؟ من يزداد ال H شنو سبب زيادة ال H؟ لان CO2 هواية ازدادت، صح لو مو صح؟ زين هنا اللنج ايش راح اسوي؟ لمن زادت ال H احنا مو قلنا عندنا شيء اسمه هوميوستاسيس، ان نسوي فد بالانس اسيد بيس بالانس بالجسم، اوكي؟ زين اللنج ايش راح اسوي هنا بهاي الحالة؟ اللنج ايش راح اسوي؟ ال CO2 مو زادت بها زيادة راح اسوي بها نقصان، شلون اسوي بها نقصان؟ تحفظ ال CO2 بالجسم. اوكي مصر عمليه شهيق وزفير بصوره سريعه وياي ان شاء الله. اوكي اوكي لما ما راح يزداد السي او 2 ايش راح يصير بال اتش؟ راح تقل. اوكي اوكي تمام. ف شنو يسوي الريسبيراتوري سنتر؟ التر ذا ريت اوف بريثينج، يعني بدل ما واحد يتنفس هوايه بصوره سريعه زين ويستهلك ويسوي زياده هوايه لهوايه سي او 2، اوكي لا راح يبدله للمستوى اللي هو يريده مال البريثنج. اوكي اوكي تمام. as a result the rate of CO2 removal from the body fluid is automatically changed and this causes the H to return to the normal، نفس الاشياء اللي حكيناها قبل شويه. this mechanism take هاي العمليه مال سالفه الريسبيراتوري effect، اوكي تاثير الريسبيراتوري بالديفنس against change in pH، هاي العمليه تكون سريعه. this mechanisms كان العفو take 1 to 15 minutes، اوكي to readjust لتعديل ال العفو ال H after sudden change have occurred، اوكي يعني تحتاج من دقيقة إلى 15 دقيقة على مود ترجع لي وتحافظ له على مستوى ال H بعد التغير المفاجئ اللي حصل. زين زين هاي الريسبيراتوري سنتر. زين الكدني when the H change from the normal the kidneys excrete either an acid or alkaline urine. Then thereby also helping readjust the H of the body fluid back to the normal. هنا جاي يقول يعني مثلا صارت عندنا بيها زيادة، صار change from normal. ال H concentration التركيز مال ال H تغير عن التركيز الطبيعي. زين الكدني ايش راح اسوي هنا؟ احنا قلنا اثنيناتهم مشتغلون. اوكي اللنج راح تشتغل الريسبيراتوري سنتر، تمام يسوي التر بالريت اوف بريثينج، والكدني هم راح تشتغل. ايش راح تشتغل؟ زاد عندنا ال H ايش راح اسوي الكدني؟ راح اجيب ال H والاسيديك فلويد ايش راح اسوي له؟ راح اطلع عن طريق شنو؟ عن طريق اليورين. فايش يصير شنو؟ اسيديك يورين. اوكي او العكس اذا كان ال H نازل. زين زين the kidney provide the most powerful
اوكي اوف اول اسيد بيس ريجوليتوري، يعني يا هي اكثر وحده قوه بتنظم الاسيد البيس الكدني. اوكي اوكي سيستمز بات require many minutes to several days to readjust the H. زين اوكي اوكي عم اللانجيج قد قلنا تحتاج دقيقة إلى 15 دقيقة، أما الكدني قد تحتاج عم تنظم الأسيد بيس؟ تحتاج minutes دقائق إلى عدة أيام احتمال توصل عم تنظم أو تعدل على ال H concentration. اوكي اوكي تمام. هسه نبلش به النظام واحد العفو نظام اوكي كل نظام شنو مكوناته وشلون يشتغل وشنو سالفته. اوكي اوكي النظام الاول اللي عندنا اللي هو البفر سيستم اوف ذا بودي فلويد، ذا بفر سيستمز اوف ذا بودي فلويد. احنا اني جايبكم انه البفر شنو هو اصلا. بفر از كيميكال سيستم، عباره عن سيستم او نظام كيميائي يمنع راديكال تشينج التغيير المميت او التغيير الكامل اوكي ان فلويد بي اتش. تمام نفترض صار تغيير بالبي اتش زادت او قلت، ما راح البفر سيستم اوكي نظام بفر ما راح يخلي البي اتش يظل تنزل تنزل تنزل، لا راح يحافظ عليها. اوكي اوكي هذا المختصر مال الكلام اللي هنا. زين عندنا ذا 3 ميجر بفر سيستم، عندنا ثلاثة بفر سيستم رئيسيات بالبادي فلويد، بروتين بفر سيستم، فوسفيت بفر سيستم، بايكربونات بفر سيستم. اوكي اوكي ذن ثلاث اشياء او ذن ثلاث سيستمات الرئيسيه بالبفر سيستمز اوف ذا بادي فلويد. زين زين اوكي زين ذا كيدنيز هيلب كنترول اسيد بيس بالانس باي اكسكريتينج هيدروجين ايونز اند جينيريتينج بايكربونات ذات هيلب مينتين blood plasma pH within the normal range. اوكي نرجع لهاي الصوره اللي هنا، نفترض صار احنا عندنا زياده بال شو اسمه بال H بالدم، فصار شنو اذا صار عندنا increase بال H شنو يعني صار عندنا حاله acidosis. زين نريد احنا نحافظ على ايش، راح نسوي ال H راح نجيبه من هنا نرجعه نطلعه من نطلعه باليورين. اوكي وال CHCO3 القاعده راح نضيفها راح نطلعها للدم. اوكي سوي لها افراز للدم، هذا الدم وهذا اليورين او التوبيول يعني اللومن اوف بروكسيمال تيوبيول مال النفرون اللي راح يطلع لناها عن طريق اليورين بالاخير. المواد اللي هنا راح تطلع لليورين تطلع خارج الجسم، فالاتش ايش راح نسوي له بحاله الاسيدوسيس؟ راح نطلعه خارج الجسم. اما اتش سي او سي او 3 ايش راح نسوي له؟ راح نسوي له عمليه ابزوربشن عاده امتصاص للدم، يعني بنزيد القاعديه وننزل الحامضيه. ليش؟ احنا عندنا اسيدوسيس. إذا عندنا الكلوسيس بالعكس. تمام تمام زين بروتين بفر سيستم، هسه نبلش بيهن وحدة وحدة بالسيستمات الثلاثة اللي قلنا عليها مال بفر. One of the most important protein buffer okay is hemoglobin in red blood cells. يعني واحدة أكثر واحدة أهم البروتين بفر عندنا يا هو اللي هو الهيموغلوبين بالكريات الدم كريات الدم الحمراء. اوكي هيموغلوبين از ذا برينسيبل بروتين انسايد اوف ريد بلود سيلز اند اكاونت فور 1/3 اوف ذا ماس اوف ذا سيل. هنا جاي يحكي على الهيموغلوبين، هو الهيموغلوبين شنو جاي يقول انه هو برينسيبل بروتين، عباره عن بروتين موجود داخل كريات الدم الحمراء يشكل تقريبا 1/3 اوف ذا سيل ماس. اوكي اوكي تمام. during the conversion of CO2 into bicarbonate، اثناء تحويل CO2 الى bicarbonate. طبعا هو CO2 او البايكربونات قلنا شلون يتحول؟ قلنا عباره عن CO2 زائدا ما شرح يعطينا كربونيك اسيد H2CO3. ال H2CO3 ايش راح يسوي بها تحليل؟ تتحلل او تتفكك الى شنو؟ الى HCO3 او H. اوكي اوكي فجاي يقول اثناء تحويل السي او 2 الى بايكربونات، هذا استنى حكينا به. اوكي هيدروجين ايون از ليبريليتد ان ذا رياكشن ار بافرد باي ذا هيموغلوبين. هذا الاتش اللي يتحرر عندنا بتكوين البايكربونات راح يصير بي شنو هو بافرد. بافرد شنو يعني؟ يعني يخزن. اوكي عن طريق منو؟ يا هو اللي يخزن الاتش هذا الهيموغلوبين، يا هو راح يخزن الاتش الهيدروجين هذا باي هيموغلوبين مخزنه بواسطه الهيموغلوبين which is reduced
by this equation of oxygen. شلون يعني احنا عندنا HB اللي هو الهيموجلوبين صح ولا مو صح؟ جيب H ويا صارت HHB. يعني بين قوسين ال HB الهيموجلوبين راح يخزن H بكل اختصار. اوكي this buffering help maintain normal pH. جاي يقول انه هذا الخزن راح يساعدنا على صيانه او على الحفاظ على pH طبيعي. اوكي اوكي ما يصير فيه لا زياده ولا نقصان عن الحد اللي احنا نريده. تمام this the process is reversed in the pulmonary capillaries to reform CO2. هذا حكي وين احنا جاي نحكي؟ هذا جاي نحكي بالخلايا مال الجسم هنا بالخلايا مال الكدني. اوكي اما اذا نوصل للخلايا مال البولموناري اوكي كابيلاريز هنا انا لا احنا بالعكس احنا نحتاج CO2 انا بنطلعه خارج الجسم صح لو مو صح؟ صح. اوكي which then can diffuse into the air sac to be exhaled into the atmosphere. على مود نقدر نسوي له عمليه ديفيوجن يروح يعني يطلع الى الاير ساك اللي موجوده باللنج على مود تصير عمليه زفير الى للاتموسفير للهواء او البيئه الخارجيه. اوكي اوكي تمام هسه وين وصلنا؟ وصلنا للثاني واحد اللي هو الفوسفيت بافر سيستم. فوسفيت ار فاوند ان ذا بلود ان ذا تو فورم. جاي يقول ان يا ترى الفوسفات موجوده بالدم باثنين اشكال. الشكل الاول اللي هو صوديوم داي هيدروجين فوسفيت اوكي اللي هو يكون شنو؟ ويك اسيد حامض ضعيف. الشكل الثاني اللي هو صوديوم مونو هيدروجين فوسفيت which is weak base قاعده ضعيفه. اوكي زين نعيد على السريع. جاي نقول كمان هسه البروتين بفر سيستم اجينا للفوسفيت بفر سيستم. جاي يقول نيابه ترى الفوسفيت موجود بالدم بشكلين. الشكل الاول اللي هو صوديوم داي هيدروجين فوسفيت Na2H2 2 ليش؟ لان داي هيدروجين ثنائي الهيدروجين. هذا الصوديوم داي هيدروجين فوسفيت Na2H2PO4 شنو هذا يكون؟ ويك اسيد. اوكي ويك اسيد عباره عن حامض ضعيف. تمام تمام زين صوديوم الشكل الثاني شنو؟ صوديوم مونو هيدروجين. مونو هيدروجين مونو هيدروجين شنو يعني؟ يعني احاد الهيدروجين. اوكي اوكي انا مخليكم خطوط حمر جواهم على مود تميزون بيناتهم. اوكي which is weak base يعني هو قاعده ضعيفه. تمام تمام هسه هنا شنو راح يبدي؟ راح يبدي يشرح انه شلون راح تصير العمليه وشلون راح يصير الارتباطات وشلون راح تصير عملية البفر، شلون يعني راح نحافظ؟ اوكي زين احنا عرفنا الفوسفيت انه اكو هيك شكل اكو هيك شكل، زين هو الفوسفيت اصلا شو له دخل بالبفر؟ شو له دخل بالبي اتش؟ صح ولا مو صح؟ صح، زين هسه راح نجي نبلش نشرح عن شنو الموضوع وشلون هذا مرتبط بالبي اتش. وين Na2HPO4 هذا يا هو اتش وحده شنو يعني؟ يعني صوديوم مونو هيدروجين، اوكي اللي هو شنو؟ ويك بيس. وين Na2HPO4 for the weak base comes in contact weak base راح يصير بيها contact تواصل ويا منو؟ strong acid. زين strong acid هذا شنو بي؟ pH HCl. هو شنو strong acid كمثال من طينة اللي هو HCl. ال HCl شنو pH؟ ال H هذا شو راح يسوي لي؟ هذا راح يزيد للحامضية صح لو مو صح؟ احنا ما نريده. اذا صار عندنا acidosis حالة acidosis نسوي شكو طريقة ننزل بها ال H اوكي ونزيد البايكربونات. يعني اي طريقه ننزل بيها الاسيد ونزيد بيها البيس على مود نشيل الاسيدوسس ونرجع نورمال البي اتش يرجع مالتنا نورمال. اوكي اوكي فايش راح يصير عندنا هنا؟ الويك بيس هاي ال Na2HPO4 راح بما يرتبط الويك بيس بالسترونج اسيد اللي هو HCl the base pick up a second hydrogen ion to form weak acid. اوكي Na2 H2PO4 and sodium chloride NaCl. يعني هنا أنا بكل اختصار جاي يقول يا بأجل Na2HPO4 الويك بيس ارتبط ويا strong acid هذا ال HCl. ليش؟ على مود ياخذ ال H هاي يخليها ويا هاي ال H خلاها ويا هاي ال H شنو صار؟ صار عبارة عن weak acid. يعني مفعول ال H هذا اللي سوى لنا acidosis راح بين قوسين. اوكي ليش سوى هيك؟ على مود يقلل ال acidosis ويوخرها نهائيا. اوكي اوكي تمام نفس الحالة بس شنو؟ بالعكس هنا هنا أنا مو strong acid هنا strong base. جبنا ال Na2H2PO4 هذا صوديوم داي هيدروجين فوسفيت اوكي اللي هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن weak acid. زين هذا ال weak acid سوينا contact تواصل ويا من ويا strong base. من هو strong base؟ NaOH.
اوكي ان اي او زين ان اي او اتش صار بها ذا ويك اسيد ريفيرت باك تو ذا ويك بيس اوكي رجع وصار صار ويك بيس ويك بيس اللي هو هذا تمام يعني شنو بين قوسين سوى هنا الطا اتش اوكي اوكي وشنو انتج بالاخير واتر هسه حجزت ما فهمت ثاني وحده هسه راح نجي هنا بالسلايد الجاي نشرح وحده وحده على شكل امثله هسه انا عباره عن كلام يجوز يكون مخربط شويه او يجوز ما فهمت شويه اوكي اوكي تمام زين نجي هسه هنا اسيد اند بيس ار ستيل بريزنت بات they hold into the ions جاي يقول ان الاسيد والبيسز الاسيدز والبيسز الاحماض والقواعد موجودات بس شنو مرتبطات مرتبطات بايونات بي او 4 ان اي 2 وغيرهم من الايونات تمام تمام زين هنا حالات اوكي شنو الحالات هنا وين اتش انكريز لما راح يصير عندنا زياده بالاتش شنو راح يصير عندنا اسيدوسيس صح لو مو صح صح زين لما صار عندنا زياده بال اتش الاتش سي ال اللي هو strong acid ارتبط ويا من ويا الويك بيس او بالاحرى الويك بيس ارتبطت ويا strong acid زين لما ارتبطت هاي ليش ارتبطت على مود الاتش هاي اللي مسببت لي اسيدوسيس ومسببت لي زياده اوكي راح اربطها ويا هاي الاتش الثانيه فيصير شي يصير عندنا يصير عندنا ويك اسيد هذا strong acid راح نحوله الى ويك اسيد على مود يروح مفعول الاسيدوسيس اوكي اوكي زين نرجع للمثال الثاني المثال الثاني جاي يقول ان الاو اتش مزداد اذا الاو اتش مزداد يعني ايش صاير بالاتش قال صح لو مو صح صح يعني شنو عندنا اذا يقل الاتش يعني صار عندنا الكالوسيس زياده بالقاعديه ان اي او اتش سترونج بيس الويك اسيد اجي ارتبط بي اللي هو ان اي اتش 2 بي او 4 ايش راح يصير هنا وحده من الاتشات راح نطيها للاو اتش هاي ونكون ما صح لو لا صح زين فهذا سترونج بيس اللي مسبب لي اللي مسبب لي الكالوسيس ايش راح يصير راح يصير ويك بيس اللي هو هذا Na2HPO4 وشنو هم ماتو ما اوكي اوكي نفس الكلام اللي هنا موجود بهذا السلايد بالضبط اوكي هنا أنا على شكل مثال تمام تمام ان شاء الله زين وصلنا الثالث واحد واخير واحد من البفر سيستمز اللي هو البايكربونات البايكربونات ان شاء الله حال حال ال الفوسفيت الفوسفيت بفر سيستم اوكي اوكي تمام هنا انا اكفد معلومات درخيه عاديه جدا ان انا ما موجود في شيء مهم بهذا السلايد اوكي خلينا نجي على الامثله بصوره سريعه على مود تفتهمون السالفه الدور نرجع بعدين على الكلام تمام نرجع نفس المثال ذاك اذا الاتش عندنا انكريز شنو عندنا اسيدوسيس اتش سي ال اوكي بس هاي المره هنا انا شنو استعملنا بهذا المثال ال H وال P وال O H صح لو مو صح عبارة عن شو اسمه عبارة عن فوسفيت أوكي البفر مالتنا شنو هو فوسفيت هنا البفر مالتنا شو راح يصير بايكربونات اللي هو HCO3 أوكي هذا مالتنا البفر زين نجي لهنا HCl ويا NaHCO3 NaHCO3 هاي HCO3 اللي هو البفر أوكي أوكي تمام اللي هو البايكربونات زين HCl اللي هو strong acid اوكي بمن ارتبط ارتبط بالبايكربونات زين لما ارتبط بالبايكربونات صار بالاتش هاي دمجناها ويا الاتش الثانيه صار H2CO3 اللي هو كربونيك اسيد زين صار ويك اسيد بين قوسين راح الاسيدوسيس قل الاتش كل اختصار نفس ذيك الحاله بالضبط ما بيها فد شيء يعني زين while when OH increase يعني ال H صار B decrease إذا صار عندنا H B decrease شنو يعني صار عندنا الكالوسيس زين أنا OH strong base ارتبطت ويا من ويا weak acid اللي هو carbonic acid هذا زين زين لما ارتبطت ال H هاي صار سوينا لها خليناها ويا ال OH على مود يروح مفعول ال OH ويروح مفعول الكالوسيس زين صار عندنا بايكربونات بالأخير قل الكالوسيس هذا القصد من البفر سيستم بفر سيستم عبارة عن مواد ترتبط بأيونات تقلل الأسيد أوكي العفو أيونات ترتبط بأسيد وبيس بحوامض وقواعد على مود الزيل مفعولها أوكي أوكي عم تحافظ على البي اتش بمستوى طبيعي لا أسيدوسيس ولا الكالوسيس تمام نجي للكلام اللي هنا بايكربونات بفر سيستم is the most important buffer system in extracellular fluid هاي معلومة نظرية مهمة جدا انه هو احسن هو اهم واحد بالبفر سيستم بين بالاكسترا سيلولار فلويد as with the phosphate buffer a weak acid or weak base capture the free ions and significant change in pH is prevented اوكي فجاء يقول نفس ما
موجود بالفوسفيت بفر. سوينا انا سوينا كابتشر، سوينا حبس للفري ايونات، للفري ايونز، للايونات الحره، وسوينا تغيير مفيد وملحوظ بالبي اتش. اوكي، او العفو، التغيير اللي بالبي اتش صار، اللي هو صار بي اسيدوسيس او الكلوسيس، منعناه، سوينا له بريفنتد. اوكي، يعني ما صار من الكلوسيس ولا اسيدوسيس والدنيا حلوه. اوكي زين. بايكربونات ايونز اند كاربونيك اسيد ار بريزنت ان ذا بلود. شنو نسبه مالت الكربون الكربونيك الكربونيت ايون والكربونيك اسيد؟ 20 الى 1 تركيزهم بالدم، 20 الى 1. اوكي، if the blood pH is within the normal range اللي هو 7.35 الى 7.45. تمام لهنا؟ تمام. زين، جاي يقول هنا معلومه with 20 time more bicarbonate than carbonic acid this capture system this capture system is the most efficient at buffering change that would make the blood more acidic. نا جاي يقول انه احنا مو قلنا تركيز البايكربونات والكربونيك اسيد 20 الى 1 بالبلود بي اتش، جاي نقول انه هنا البلود بي اتش يحتوي اكثر على بايكربونات اكثر ب 20 مره من الكربونيك اسيد. اوكي هنا جاي يقول انه هي هذا عمليه البفرنج، هاي مال الخزين، هاي عمليه فعاله، اكثر وحده فعاله مال البايكربونات بفر system. Okay, this is useful because the most of the body metabolic waste such as lactic acid and ketones ketone bodies are acidic. تمام. السلايد الثاني اللي هو the carbonic acid buffer work in fashion similar to phosphate buffer. جاي يقول انه ال bicarbonate carbonic acid buffer يشتغل بطريقة مشابهة ومماثلة للملي الفوسفات buffer نفس ما حكينا. Okay, the bicarbonate is regulated in the body by sodium. Okay, هاي معلومة كلش مهمة، إنه عن طريق الصوديوم راح نسوي لنا regulated abiman للبايكربونات. Okay, تمام. When sodium bicarbonate NaHCO3 comes in contact، هذا الكلام حكيناه بالسلايد ذاك. Okay، هذا الكلام نفس الشيء هماتين اللي هو هذا هنا حكيناه نفس هذا الكلام اللي أنا حكيته واللي هسه تفهمتوه إن شاء الله نفسه. عادوا من جديد. اوكي كملنا السيستم الاول اللي هو البفر سيستم، هسه جينا للسيستم الثاني اللي هو ريسبيراتوري ريجوليشن اوف اسيد بيس بالانس. اوكي، ذا سكند لاين اوف ديفنس اجينست اسيد بيس ديستربشنز. اوكي، التغيرات اللي يصير بالاسيد بيس، شنو هسه اول شيء قلنا شلون راح نحافظ على هاي التغيرات ونحافظ على الاسيد بيس بالانس؟ عن طريق البفرنج سيستم، اول سيستم اخذناه. ذا سكند لاين هو الريسبيراتوري ريجوليشن. اوكي تمام. العفو. ف is control of extracellular fluid CO2 concentration by the lung. تذكرون هاي المعادله اللي قلت لكم راح تنعاد هسه راح تجينا ان شاء الله بالسلايدات، السلايد الجاي او اللي وراه. تمام، اللي هو شنو قلنا CO2 عمليه زياده او نقصانه يا هو يتحكم بالريت اوف بريثنج اللي هو الريسبيراتوري سنتر. هاي اختصار الكلمة موضوع الريسبيراتوري ريجوليشن. اوكي، عن طريق السي او 2، اذا زاد الاتش، اذا نقص الاتش، وهكذا. اوكي، اذا يحتاج زياده بالاتش، اذا عندنا الكلوسيس شنو نحتاج؟ زياده بالاتش، راح يسوي لنا ريسبيراتوري سنتر، راح يزيد لنا السي او 2، زادت السي او 2 راح تزداد الاتش، راح الكلوسيس، والعكس صحيح بمن؟ بالاسيدوسيس. اوكي بقى شباب، الموضوع عباره عن اسيدوسيس الكلوسيس، اسيدوسيس الكلوسيس. اوكي، ف يحتاج ربط. تمام، هي عباره صحيح انا متفق وياكم انه هو عباره عن شنو؟ عباره عن مواضيع ما سادس. هسه ثلاث اربع كلام هذا اللي جاي نحكي احنا عباره عن مواضيع ما سادس، صح لو مو صح؟ صحيح. اوكي، فان شاء الله موضوع سهل بس يحتاج ربط وتركيز. تمام، ركزوا بالمحاضره. اوكي تمام، نجي نكمل. The respiratory system contributes to the balance of acid base in the body by regulating the blood levels of carbonic acid H2CO3. زين، هسه شنو عرفنا احنا بالبدايه؟ اول شيء انه هو عم يتحكم الريسبيراتوري عن طريق السي او 2. اوكي، يتحكم عن طريق السي او 2 زين، ويتحكم عن طريق من همتين شيء ثاني اللي هو طلع اللي هو الكربونيك اسيد H2CO3.
3 اوكي اوكي شلون راح يتحكم زين هسه CO2 عرفنا الكربونيك اسيد H2CO3 شلون راح تكون عمليه التحكم مالته هاي هسه راح نجيب السلايدات الجايه وراح نوضحها. CO2 is formed continually okay in the body cells by metabolism. جاي يقول ان CO2 ثاني اكسيد الكربون يتكون بصوره مستمره بالعمليات الايض الخلوي اوكي okay. And then it diffuses to the interstitial fluid and blood flow which transport into the lung alveoli. جاي يقول بعدين راح يصير عمليه diffusing اله من الانترستيشال فلويد عمليه انتشار الانترستيشال فلويد من الانترستيشال فلويد CO2 وين راح يروح؟ راح يروح لمجرى الدم. من مجرى الدم وين راح يروح؟ راح يروح للالفيولاي مال الرئه مال اللانك اوكي. And then expired by the pulmonary ventilation بعدين دار يطلع برا الجسم عن طريق عمليه الشهيق والزفير اللي هي pulmonary ventilation التهويه الرئويه اوكي. CO2 in the blood readily reacts with the water to form carbonic acid. هسه عرف هسه احنا عرفنا المفروض شنو دخل الكربونيك اسيد هنا أنا. اوكي جاي يقول CO2 احنا شنو قلنا مو CO2 ذيك المعادله اللي قلت لكم عليها مو راح تنعاد 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 هوايه اوكي. CO2 لما يندمج ويا الماء شنو راح يكون؟ راح يكون شنو؟ كربونيك اسيد. راح يكون كربونيك اسيد and the levels of CO2 and carbonic acid in the blood are in equilibrium. جاي يقول ان مستويات CO2 والكربونيك اسيد بالدم متساويه او متوازنه العفو متوازن تمام تمام زين هاي المعادله اللي قلت لكم نفسها راح تنعاد وجبتها لكم من ذاك السلايد هذا السلايد من جديد اوكي. خلينا نقرا المكتوب هنا when the CO2 level in the blood rises لمن راح يزداد ال CO2 level بالدم ثاني لمن راح يزداد CO2 level بالدم ايش راح يصير عندنا the excesses CO2 react with water okay to form additional carbonic acid H2CO3 لما راح يزداد CO2 هذا راح يتفاعل بعد اكثر ويا ال ويا ال H2O ايش راح يكون لي؟ راح يكون لي زياده بمن بال H2CO3 اوكي اوكي lowering the blood pH. ليش راح يصير عندنا lowering بالblood pH؟ ليش راح ينزل عندنا مستوى ال pH لما راح يزداد عندنا الكربونيك اسيد؟ لان شنو قلنا؟ اذا ازداد هذا الكربونيك اسيد واذا ازداد CO2 ايش راح يزيد لي؟ الكربونيك اسيد. زاد الكربونيك اسيد ايش راح يزيد لها مات؟ ال H. زاد ال H ايش راح يصير بال pH؟ قلنا علاقه عكسيه. زادت ال H ايش راح يصير بال pH؟ راح يصير بها نقصان، راح يصير بها نقصان. اوكي؟ اوكي تمام. Increasing the rate and or depth of respiration allow you to exhale more CO2. جاي يقول عملية ال respiration أو عملية ال exhale اللي هو الزفير والشهيق مال CO2 أوكي نقدر من خلاله نتحكم إنه إحنا نريد نسوي acidosis لو نريد إذا عندنا acidosis نفس ما شرحت لكم إذا عندنا acidosis يعني زيادة بال H أوكي إيش راح نسوي؟ راح نقلل عملية الشهيق والزفير أوكي على مو شنو؟ نحبس ال CO2 داخل الانسجه مال الجسم، يعني راح نقلل ال CO2، قلل ال CO2 ايش راح يصير بال H؟ راح يقل، الاسيدوسيس راح يروح، اوكي؟ اوكي، تمام. The loss of CO2 from the body reduced blood levels of carbonic acid and thereby adjust the pH upward toward the normal levels. جاي يقول ان فقدان ال CO2 او الحفاظ على ال CO2 بالاحرى، اوكي، من الجسم راح يقلل نسبة الكربونيك اسيد بالجسم بالبلود ليفلز اوكي بمستويات الدم وبهذا راح نحافظ او راح يرجع لنا البي اتش للوضع الطبيعي مالته اوكي اوكي تمام. This process is also work in the opposite direction يصير بالعمليه العكسيه يعني قلنا شنو احنا اذا عندنا اسيدوسيس صح لو مو صح راح تزداد الاتش زين راح تزداد الاتش بعمليه الاسيدوسيس اذا صار عندنا لا بالعكس الكالوسيس لا راح تقلل الاتش زين اذا تقلل الاتش شنو الحل مالتها اوكي قلت الاتش الاتش صار بيها نقصان وصار وعندنا الكلوسس عندنا يعني القاعديه مرتفعه والاتش نازله ايش راح نسوي بهاي الحاله اللنج ايش راح اسوي راح تزيد عمليه الفنتليشن راح تزيد عمليه الشهيق والزفير اوكي عم تزيد لنا من السي او 2 اوكي من زادت السي او 2 ايش راح يزداد الكربونيك اسيد زاد الكربونيك اسيد ايش راح يزداد الاتش زادت الاتش صح ايش راح يصير بالكلوسس راح يروح اوكي اوكي زين اللي هو هذا القصد مال opposite direction هو هذا اللي اريد اقصده بهذا السلايد اوكي
اوكي اكسسيف ديب اند رابيد بريثينج از ان هايبر فنتيليشن اللي هو حاله فرط التهويه اوكي اللي واحد يصير انه يصير اكسسيف بريثينج يعني يتنفس بسرعه 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 هنا ايش راح يصير؟ راح يصير لوز قوف كلش للسي او 2 مثل يا حاله الهايبر فنتيليشن اوكي اللي هي حاله فرط التهويه شنو اسبابها؟ اسبابها اكزاينتي اوكي وبينك يعني بسبب القلق او الذعر الواحد لما يكون مقلق او مذعور او خايف شنو راح يصير شوفوا يتنفس بسرعه بسرعه اوكي لما يتنفس بسرعه بسرعه شو راح يصير بالسي او 2 راح ينفقد بسرعه بسرعه انفقد بسرعه بسرعه ايش نزل صار عندنا الكلاسيس اوكي اوكي زين ريدز ذا بلود اوف سي او 2 يخلص الدم من ثاني اكسيد الكربون اند ريدوس ذا ليفل اوف كاربونيك اسيد صار عندنا نقصان بالسي او 2 صار عندنا نقصان بالكربونيك اسيد ايش راح يصير بالاتش راح يصير بها مات نقصان صار عندنا نقصان بالاتش راح يصير ماركينج ذا بلود تو الكالاين اوكي اوكي هسه اللي كان رابط واللي مركز وياي من بدايه المحاضره هاي السوالف كلها فاهمه من اول مره حكيتها اوكي اوكي ذا بريف الكالوسيس اللي هو عمليه القاعديه الوجيزه هاي او الخفيفه هاي اوكي انه الالكالوسيس مو عاركه لا انما الكالوسيس خفيف اوكي كان بي ريم دايت اللي هو يتم علاجها اوكي بار بريثينج اير ذات هاز بين اكسيد انتو بيبر باج شنو المختصر ما هاي يقول لك انه يتم علاج يتم علاج هاي الحاله الالكالوسيس اوكي عن طريق عاده التنفس الهواء الذي تم زفيره في كيس ورقي اذا تذكرون هاي اللي دائما نشوفها بافلام الكرتون اوكي جاي نقول اذا واحد عنده هايبر فنتلايشن اوكي مو جاي يفقد هو سي او 2 شنو الحل مالته الحل مالته نجيب كيس ورقي وهيك يتنفس بيه اوكي عم يرجع السي او 2 الى مستوى الطبيعي وما يفقده بصوره كبيره اوكي اوكي ريبريثينج اكسيد اير will rapidly bring blood pH down towards the normal ترجع هاي العملية راح ترجع ان ال pH towards the normal اوكي ليش لان مستوى ال CO2 راح يرجع رجع ال CO2 رجع الكربونيك اسيد رجع ال H تمام هنا انا الصورة هنا جاي يحكي بيها تمام قبل لا نجي للصورة ها خلنا نكمل هذا السلايد الاخير من الريسبيراتوري تمام الدور بعدين نرجع على الصورة هنا جاي يحكي انه هاي الاشياء مال السي او 2 يزداد ويقل زين الواحد ايش ما ادري زين هو اللنج ايش ما ادري ان شاء الله انه يصير بيه هيك زياده ونقصان زياده ونقصان ايش ما ادري السي او 2 صاير بيه زياده ونقصان ايش ما ادري انه صار اسيدوسس لو الكالوسيس اوكي هنا انا راح نبدي نحكي انه اكو عندنا شنو عندنا ريسبتورات صح لو مو صح صح عندنا ريسبتورات راح تتحسس لنا سي او 2 نسبه السي او 2 بالدم اوكي ذا بودي ريجوليت ذا ريسبيراتوري ريت سوى عمليه انه البريثينج يسوي عالي بالنسبه يعني اللنج بالمختصر اللنج يسوي عمليه البريثينج بصوره سريعه على يعني تتخلص من السي او 2 او بصوره بطيئه عم تحافظ على السي او 2 اوكي شلون راح تعتمد على شنو تعتمد باي ذا يوز اوف كيمو ريسبتورز اوكي مستقبلات كيميائيه اوكي كيمو ريسبتورز ويتش برايمري يوز سي او 2 از ا سيجنال تتذكرون بالمحاضره مال سي في اس كارديو فاسكولار سيستم محاضره اولى او ثانيه انه احنا مو عندنا بارا ريسبتور وكيمو ريسبتور هاي الكيمو ريسبتور اوكي اللي مالات مال البلات البلاد براشر اوكي هاي الكيمو ريسبتور هاي ايش راح تتحسس لي سي او 2 كاشاره اوكي زاد السي او 2 عندنا اوكي راح تجي دز عباره عن سيجنال المن للبراين البراين راح يسوي لنا عمليه ريسبيراتوري ريت راح يعدل عليه يسوي بزياده او بنقصان حسب زياده والنقصان بالسي او 2 اوكي اوكي زين بريفرال بلود سنسرز ار فاوند ذن الكيمو ريسبتور وين موجوده ذن موجودات بالبلود فيزلز وين موجودات بالبلود فيزلز فاوند ان ذا وولز اوف ذا ايورتا وين وهماتين بالكاروتيد ارتريز بالوولز اوف ذا ايورتا بالكاروتيد ارتريز اوكي اوكي زين ذي سنسر سيجنال the brain to provide immediate adjustment to the respiratory rate if CO2 levels raise or fall نفس ما حكينا هسه بداية السلايد هذا جاي يقول ان هاي الريسبتورات راح تدز سنسر سيجنال المن للبراين للدماغ على مود يسوي لنا تعديل او ترتيب سريع وفوري immediate adjustment okay to the respiratory rate اذا كان نسبة ال CO2 ثاني اكسيد الكربون ومستوياته زايدة او ناقصة اوكي زين بس هاي الكيمو ريسبتور عندنا لا عندنا بعد ريسبتورات ثانية على مود الريسبيراتوري ريت
شنو ذني شنو هن ذني الريسبترات الثانية تمام؟ yet other sensors are found in the brain itself. يعني مو بس بال wall of the aorta والكاروتيد arteries، لا همات الموجودات وين؟ بالبرين. okay change in the pH of CSF اللي هو cerebrospinal fluid. okay ال pH مالته إذا صار بيها change تمام؟ إيش راح يصير؟ راح يسوي إن effect the respiratory center. وين respiratory center مكانه؟ هاي معلومة كلش مهمة. respiratory center وين مكانه؟ بالمدلة أوبلينجاتا. okay إيش راح يسوي إنه which can directly modulate breathing rate or to bring the pH back to the normal range. يعني نفس الشيء اللي موجود هنا بال blood vessels. okay موجود بال CSF. ال pH زاد أو نقص. okay راح يسوي إنه راح تفعل إنه respiratory center. okay اوكي تمام. هسه نجي لمن؟ هسه نجي للسلايد الاخير، السلايد الاخير من الريسبيراتوري. اوكي اللي هو شنو؟ اللي هو عباره عن ملخص كل الريسبيراتوري اللي اخذناه تمام. تمام هنا انا جاي احكي اذا كان عندنا زياده واذا كان عندنا نقص. هسه اللي كان فاهم الريسبيراتوري من اول ما بدينا حكينا به لحد الان، هذا عباره عن ملخص لمن؟ للريسبيراتوري. تمام تمام اوكي. فهنا ايش صاير عندنا؟ صاير عندنا حالتين، حالة البي اتش اذا زاد والبي اتش اذا نقص. اذا زاد البي اتش عن 7.45 شنو يصير عندنا؟ الكلوسيس. صح لو مو صح؟ صح. زين صار عندنا الكلوسيس، يا هو راح يتحسس ستيموليت برين اند ارتيريال ريسبترز، المتحسسات اللي موجودة السنسرز الموجودة بالبرين وبالارتيريال بلود راح يتحسس لنا الكلوسيس هذا زيادة بالبي اتش. اوكي زين تحسس لنا ايش راح يسوي الريسبيراتوري ريت؟ راح تقلله. ليش راح تقلل الريسبيراتوري ريت؟ على مود تزيد السي او 2. زين زاد السي او 2 ايش راح يزيد عندنا؟ بلود سي او 2 ايش راح يزيد عندنا؟ بلود سي اتش 2 سي او 3 اللي هو كربونيك اسيد. زاد الكربونيك اسيد ايش راح يصير بالاتش؟ راح تزداد. زادت الاتش ايش راح يصير بالبي اتش؟ بما ان علاقتهم عكسيه الاتش والبي اتش، زادت الاتش راح يصير بالبي اتش؟ راح تقل. قلت البي اتش صار عندنا هوميوستاسيس، acid base homeostasis restored. اوكي اوكي نفس الحال هنا أنا بس بالعكس بكل اختصار، هنا أنا هيك كلاوات ما بيها فتش، هنا جاي يعني الاشياء اللي شرحناها جاي يعيدها من جديد. اوكي ان شاء الله. اوكي زين هسه وصلنا للموضوع الاخير اللي هو موضوع renal regulation. اخذنا البفر سيستم واخذنا الريسبيراتوري ريجوليشن. هسه نجي للرينال ريجوليشن اوف اسيد بيس بالانس. اوكي ذا كيدني كنترول اسيد بيس بالانس باي اكسكريتنج ايذر اسيديك اور بيسك يورين. نفس ما حكينا زين شلون تحافظ الكدني على الاسيد بيس بالانس؟ عن طريق اخراج الاسيديك اور بيسك يورين. شلون راح يصير اليورين هذا اسيديك لو بيسك؟ هسه راح نعرف يمتى اليورين هذا راح يصير اسيديك ويمتى هذا اليورين راح يصير بيسك. اوكي هسه راح نعرف بالسلايدات الجايه. ناخذ معلومه مهمه اللي هي اليورين بي اتش ايش قد. هسه البلد بي اتش والبلازما بي اتش اللي هو 7.35 الى 7.45 اللي جاي نحكي عليه من بدايه المحاضره لحد الان. زين اليورين بي اتش ايش قد مالته النسبه؟ 4.5 الى 8. هاي النسبه مالته المهمه، حال 7.35 الى 7.45 ليش تحفظوها؟ هاي تحفظوها. اوكي اوكي زين ذا كيدني ريجوليت اكسترا سيلولر فلويد H concentration maintain acid base balance through three fundamental mechanisms. جاي يقول ان يابا باختصار الكدني راح تنظم لنا ال H concentration تركيز ال H اوكي بال extracellular fluid عن طريق ثلاث ميكانيزمات. عندنا ثلاثة ميكانيزم راح الكدني تسويها. اوكي اوكي اذا شنو هذا الثلاثة ميكانيزم؟ اول وحدة اللي هو secretion of H ions into the urine. اذا صار عندنا acidosis الدم والجسم بودي فلويد بيها نسبة ال H عالية. اوكي ايش راح يسوي؟ تسوي الكدني تجيب ال H هاي من البلود تبون تودي لليورين. اوكي سو وديته لليورين، واليورين وين راح يروح؟ راح يروح برا الجسم. قل ال H لو ما قل ال H؟ قل ال H. الاسيدوسيس ظلت لو لا؟ لا، لان ال H قلت فالاسيدوسيس تروح. اوكي اوكي ري ابزوربشن اوف فلتريتد HCO3 اوكي فروم ذا يورين باك تو ذا بلود. هذا الحاله هنا جاي نحكي شنو ذني؟ ذني كلهن اذا عندنا اسيدوسيس. اوكي وعكسهن بالضبط اذا عندنا الكلوسيس. هسه احنا اذا عندنا اسيدوسيس سوينا اول شيء شنو؟ اخراج اخراج للاتش برا الجسم. اوكي ثاني شيء ايش راح نسوي؟ عمليه ري ابزوربشن عاده امتصاص
ال CHCO3 هاي البايكربونات اوكي اللي باليورين اللي نريد نطلعها برا الجسم، اذا صار عندنا اسيدوسيس شو راح نسوي لها؟ راح نرجعها للدم لان هي قاعده اوكي، واحنا عندنا الحامضيه مزداده فنريد ننزل الحامضيه، شو راح نسوي؟ نطلع السوائل الحامضيه اللي مثل الاتش وندخل الاشياء القاعديه مثل ال HCO3 اوكي. سوينا عمليات الابزوربشن، هم تسوي عمليات برودكشن اوكي، على مود نرجع ال pH to the normal levels اوكي. اوكي تمام. ان طبعا هذا الكلام اللي حكيته قبل شويه هو نفسه موجود هنا. ان اكسترا سيلولر فلويد اذا كان عندنا لو اتش كونسنتريشن الكالوسيس يعني عندنا ذا كدني فيل تو ري ابزورب او فلتريتد باي كربونات تمام. سو elevated bicarbonate excretion will normally buffers hydrogen in the extracellular fluid. This loss of bicarbonate is the same as adding NH to extracellular fluid. H concentration back toward the normal. شنو النان موجود وشنو شنو جاي يحكون؟ نفس الكلام اللي حكيناه هسه هنا. شنو قلنا هسه هاي الحالة؟ هاي الحالة شنو؟ إذا acidosis. نفس الكلام اللي هسه هنا مكتوب. أوكي؟ هنا acidosis نفس الشيء اللي حكيناه في هذا السلايد. موجود هنا. اما هنا بالنسبه لهذا الكلام اللي اذا كان عندنا الكلوسيس عكس الكلام هنا، شنو يصير عندنا اذا عندنا الكلوسيس؟ الاو اتش والبايكربونات بصوره عامه الاشياء القاعديه مرتفعه، القاعديه مرتفعه مال الجسم اذا عندنا الكلوسيس، صح ولا مو صح؟ والاتش شويه زين، فهنا ايش راح نسوي الاتش؟ راح نسوي ري ابزوربشن بدل ما نسوي سكريشن اوكي. والاتش سي او 3 والاتش سي او 3 راح نسوي لها شنو؟ راح نسوي لها سكريشن. يعني اذا صار كانت عندنا الاتش نازله بالدم الكدني ايش راح اسوي؟ تجيب الاتش ترجعها للدم على مود يصعد مستوى شو اسمه، على مود تروح الالكالوسيس اوكي. اوكي واضح ان شاء الله، ان شاء الله واضح. هو الكلام واضح بس انا جاي اعيد بيه كل شويه للتاكيد اوكي. اوكي تمام. نجي ذن هذا السلايد بالسلايد اللي بعده من اهم السلايدات، هنا ذن السلايدات الاخيره ان شاء الله سلايد 22 23 اللي بعده عباره عن صور فقط لا اكثر تمام. فور ايتش بايكربونات ري ابزورب اتش ماست بي سكريت، جاي يقول انه كل بايكربونات احنا نسوي له ري ابزوربشن نرجع للدم لازم اكو اتش نسوي له سكريشن لليورين اوكي، نطلعها برا الجسم. اي بايكربونات داخله للجسم لازم اكو اتش بمقابله يطلع برا الجسم اوكي. بات different tubular segment accomplish this task differentially. هنا جاي يحكي انه لكن هذه الاجزاء لكن الاجزاء الانبوبيه المختلفه تنجز هذه المهام بشكل مختلف. شلون يعني؟ يعني مو باي مكان راح تصير عمليه الري ابزوربشن هاي مال البايكربونات والسكريشن مال الاتش، لا شلون يعني راح تصير؟ هسه راح نجي. About 80% الى 90% of the bicarbonate reabsorption عمليه امتصاص، عاده امتصاص البايكربونات الى الدم اوكي تتم عن طريق من تتم وين؟ 80 الى 90% عندها طبعا هي عاده امتصاص البايكربونات نفسها يعني secretion of the H اوكي. وين تصير؟ بالبروكسيمال تيوبول اوف ذا نيفرون اوكي. النيفرون شنو قلنا؟ قلنا ببارتات كذا وكذا وكذا، هذا سوالف من المحاضره اللي احنا محاضره اخيره رينال اوكي. ما معقول اكو طالب لحد الان ما يعرف النيفرون شنو مكوناته، صح لو مو صح؟ صح زين. ف 80 الى 90% صار عمليه عاده امتصاص المن للبايكربونات وعمليه سكريشن المن للاتش، وين؟ بالبروكسيمال تيوبيول اوكي. اوكي زين، معلومه مهمه جدا هنا. The descending and ascending thin limb of the loop of Henle. هنا باللوب اوف هنلي بالديسندنج وبالاسندنج الثين بارت مالته مال لوب اوف هنلي ما راح يصير عملية نو بايكربونات ري ابزوربشن اند اتش سكريشن، ماكو اصلا ري ابزوربشن للبايكربونات لا بنسبة 1% ولا حتى 0.1 اوكي. اوكي تمام تمام زين. ان ذا ثيك هسه قلنا احنا بالثين ماكو، زين بالثيك اكو بس بنسبة ضئيلة اوكي. ان ذا ثيك اسندنج لوب اوف هنلي انذر 10% بس of the filtrated bicarbonate is reabsorbed and the remainder of the reabsorption شقد احنا صار عندنا 80 تقريبا الى 90 و10 زين، وين الباقي؟ راح تظل تقريبا اكو نسبه يعني من 5 او من 10 يعني تقريبا هيك نسبه ضئيله هماتيا اوكي. وين هاي النسبه تروح؟ اوكي بليس ان ذا distal tubule and collecting duct، يعني collecting duct والdistal tubule يصير بعمليه reabsorption للبايكربونات والسكريشن للاتش. بكل اختصار النفرون كله يصير بعمليه بايكربونات ري ابزوربشن و اتش سكريشن ما عدا الديسندنج والاسندنج ثين لمب اوف ذا لوب اوف هنلي، هذني ما صار بيها عمليه نو بايكربونات ري ابزوربشن اند اتش سكريشن اوكي. اوكي
تمام. The renal tubule secrete H into the tubular fluid by sodium hydrogen counter transporter and by hydrogen ATPase mechanism at the intercalated cells. أنا بهاي النقطة جاي يشرح وجاي يقول على الأشياء اللي إحنا أوريدي شارحينها بالمحاضرات الأولى وبالثانية وبالثالثة، إنه ال H هذا لما إحنا نريد نفرزه برا لليورين أو نريد نسوي له عادة امتصاص ما راح يجي يطلع من الممبرين بصورة مباشرة، لا لازم أكو شنو؟ اكو فد نواقل، اكو فد ترانسبورترز اله. من الترانسبورترز اللي هو صوديوم هيدروجين كاونتر ترانسبورتر والهيدروجين اي تي بيز ميكانيزمز. اوكي اوكي تمام زين. فلتريتد باي كاربونيت ايونز باي ذا جلوميرولوس دو نوت ريابزورب دايركتلي. اوكي فجاي يقول هنا جاي يقول انه يابا ترى الباي كاربونيت هذا اللي راح اسوي عمليه فلتريشن بالجلوميرولوس اوكي ما راح يصير عمليه الابزوربشن بصوره مباشره دايركت اوكي ثرو ذا لومينال ممبرين اوكي اوف ذا رينال تيوبولار سيل. انستد هنا ايش راح يحكي؟ هنا راح يحكي من جده وجديد شلون راح يصير ال HCO3 اللي حكيناه من بدايه المحاضره البايكربونات شلون يصير. اوكي نفس ما احنا حكينا CO H2O CO2 راح يدمج ايش راح يصير H2CO3 اللي هو كربونيك اسيد. الكربونيك اسيد شنو راح يعطينا؟ باي كاربونيت اللي هو HCO3. طبعا شنو الانزيم؟ الانزيم مهم كلش. هو الانزيم اللي راح يحولنا ال H2O وال CO2 الى كاربونيك اسيد، كاربونيك انهايدريس انزيم. اوكي اوكي الكلام هذا زين مال تكوين ال HCO3 والكلام هذا مال تحليل ال HCO3 الى H2O الى CO2 من جديد، هذا كله عايدينه وحاكينه هنا حتى الكاربونيك انهايدريس. اوكي اوكي تمام. The transport of HCO3 across the basolateral membrane is facilitated by two mechanisms. NA قلنا NaHCO3 co-transporter CLHCO3 exchange. هنا جاي يحكي شنو يعني transporter هسه هنا لما حكينا شنو قلنا؟ قلنا هسه ال H اذا اريد نطلعه شنو لازم ندخل بداله؟ لازم ندخل بداله هنا صوديوم. اوكي هنا عبارة عن نواقل اخوان، نواقل زين. النواقل هاي شنو تعتمد؟ تطلع ماده تدخل ماده بدالها صوديوم هيدروجين، نطلع راح نطلع الهيدروجين شنو ندخل بداله؟ صوديوم. اوكي اوكي اكو هاي اكو نواقل ثانيه لا تعتمد على طاقه، تعطيها اي تي بي هي تطلع لك بدون ما تدخل لك اي شيء مثل الهيدروجين اي تي بيز ميكانيزم. اوكي نفس هاي ماي هيدروجين اكو للبايكربونات، بايكربونات نطلعه ندخل بداله شنو؟ ان اي. بايكربونات نطلع عشان ندخل بداله سي ال. اوكي اوكي فانتوا حفظوا وفهموا شنو هي النواقل مال البايكربونيت وشنو النواقل مال الهيدروجين. الهيدروجين صوديوم هيدروجين كاونتر ترانسبورتر او هيدروجين اي تي بيز ميكانيزم، هاي نوع الهيدروجين. اما مال البايكربونيت ال NaHCO3 كو ترانسبورتر والCLHCO3 اكستشينج. اوكي تمام اخواني جاء على هذا السلايد اللي جاي يحكي على موضوعين اللي هو موضوع اللي هي الخصائص اوكي كاركترستيك اوف برايمري اسيد بيس ديستربسنس. اوكي يعني كمثال النورمال مال البي اتش جي 7.4 ال اتش 40 ما ادري شنو هاي ارقام يعني مو هاي الارقام اصلا مو حفظ عباره عن بس فيهم ايش راح يصير. اوكي اذا ريسبيراتوري اسيدوسيس ايش راح يصير بالبي اتش يقل. اوكي ايش راح يصير بالاتش يصعد زين CO2 يصعد مرتين HCO3 يصعد. اوكي فهي عبارة عن اشياء فهمية فقط لا اكثر، اللي فاهم المحاضرة راح يفهم هاي كلها. اوكي اوكي تمام. الريسبيراتوري اسيدوسيس يعني من اللي مسؤول على عملية الاسيدوسيس؟ الريسبيراتوري CO2. اوكي ام ذا ميتابوليك اسيدوسيس يعني عبارة عن رينال اسيدوسيس، من المسؤول عليه؟ HCO3 اللي يتصنع بالرينال. اوكي اوكي تمام تمام. الريسبيراتوري والميتابوليك عبارة عن شنو؟ عبارة عن أشياء طردية، يعني هذا قل هذا قل هذا زاد هذا زاد وهكذا. أوكي أوكي تمام هذا الجانب الأول. الجانب الثاني اللي هو على الفاكتورز ذات إنكريز أور ديكريز H سكريشن أند HCO3 ري أبزوربشن باي ذا رينال تيوبيول. زين شنو هي الأشياء والعوامل اللي راح تحفز لنا وراح تزيد لنا ال H سكريشن لو HCO3 ري أبزوربشن؟ أوكي بالانكريز H سكريشن اند HCO3 ري ابزوربشن زيادة الضغط مال CO2 زيادة ال H نقصان ال HCO3 الاشياء اللي حكيناها الانجيوتنسين 2 الدوستيرون هايبوكاليميا
يعني هاي أشياء درخية تعتبر، هاي أشياء مهمة. أوكي هذا العوامل المهمة يمتى صار عندنا زيادة بالسكريشن وبال reabsorption مال ال HCO3، ويمتى صار عندنا نقصان. هاي عوامل مهمة، أما هاي لا، هاي عبارة عن مراجعة للمادة. أوكي أوكي تمام. هنا أنا بهذا السلايد كل شيء ما موجود، عبارة عن هماتين يرجع عن ال HCO3 شلون راح يصير بعملية السايكل مالته. هاي الأشياء اللي حكيناها من بداية المحاضرة للسنة أنا جاي أرجعها من جديد. أسويرات الأسيدوسيز، ميتابوليك أسيدوسيز، شلون راح تقل وتزيد. أوكي هذا الكلام اللي هنا أنا قلت لكم عليه عبارة عن مراجعة، هو نفسه بس مسويه على شكل صورة. أوكي أوكي تمام. وصلنا للسلايد الأخير اللي هو سلايد عبارة عن جاي نقول انه هسه السكريشن مال ال H وال ري ابزوربشن، بالاخص الري ابزوربشن مال الباي كربونات ال HCO3. زين احنا قلنا انه هذا راح يزيد بس القاعدة، يعني بس هاي الكدني هيك هذا سوا بس راح يزيد القاعدة الباي كربونات في ماله ويقلل الحامضية. لا، الاجزاء البقية مال الجسم هم ما راح تستعمله. شلون راح تستعمله؟ The lung okay control the gas exchange with the atmospheric air. جاي يقول انه الرئات راح تتحكم بعملية التبادل الغازي ويا الهواء الخارجي. كربون دايوكسيد سي او 2 ثاني اكسيد الكربون جنريتد اللي صنع بالخلاء بالانسجة is transported in plasma as bicarbonate. اوكي bicarbonate HCO3. زين اوكي هاي بالنسبة للانك. اما بالنسبة للإريثروسايت، الإريثروسايت اللي هي كريات الدم الحمراء هيموغلوبين كونتربيوت تو سي او 2 ترانسبورت. جاي يقول لك يعني يا ترى الهيموغلوبين شارك بعملية السي او 2 ترانسبورت. شلون يعني شارك بعملية السي او 2 ترانسبورت؟ هو الهيموغلوبين شنو شغله؟ هو عبارة عن غاز اكستشينج، ياخذ اكسجين ياخذ سي او 2 من الانسجة وين يوديها لللانك، وياخذ او 2 اكسجين يرجع للانسجة وهكذا. اوكي هيموغلوبين also buffers the hydrogen ions derived from carbonic acid H2CO3. اوكي اوكي يعني جاي لك ان الهيموجلوبين يحفظ لنا على ال H اللي جاينا من ال H2CO3، قلنا HHB تصير الهيموجلوبين يخزن لنا H وحده. اوكي اوكي اخر شيء الكيدنيز ري ابزورب فلتريتد باي كربونيت، سواء عملت عادة امتصاص للباي كربونيت ان ذا بروكسيمال تيوبول اند جنريت نيو باي كربونيت ان ذا ديستال تيوبول. هاي معلومه مهمه جدا، عمليه الري ابزوربشن مال باي كربونيت وين يصير؟ بالبروكسيمال تيوبيول. اوكي اما عملية جنريت تصنيع البايكربونات وين يصير؟ بالديستر تيوبيول. اوكي فميز بيناتنا احتمال بالاسئلة تجي او يبدلون بيناتهم اوكي بين البروكسيمال تيوبيول وبين الديستر تيوبيول، فهاي نقطة مهمة. اوكي where there is a net secretion of hydrogen ions H hemoglobin. هاي اشياء عادية. المهم هاي الأشياء اللي أنا أشرحها لكم هي هاي الأشياء المهمة. إن شاء الله كانت محاضرة سهلة وبسيطة عليكم، إن شاء الله ما طولنا بيها، أعتقد وقتها وصل ساعة أو ساعة وكم دقيقة. تمام إن شاء الله كانت المحاضرة سهلة، إن شاء الله كان الرينال سيستم مفهوم عندكم وواضح للجميع، وشكرا جزيلا.